الحقيقة لجنة المرأة عاملة مجهود كبير جدا ومجهود في الحقيقة يعني يحمد ليهم، وخصوصا انهم حريصين في شهر رمضان الكريم ان يكون دايما في فعاليات وايفنتات ضمة كل اعضاء النادي على المستوى الثقافي وعلى المستوى التعليمي وعلى المستوى الادبي وعلى المستوى الديني كمان، وخصوصا ندوة النهاردة زي ما احنا شايفين ما فيش مكان لكرسي، الناس كلها موجودة، الناس كلها محضرة اسئلة. يعني اعتقد ان ده اكبر نجاح للجنة المرأة، وخصوصا انه هم دايما بيحرصوا على كل ما هو جديد يفيد أعضاء النادي، وأيضا أعضاء النادي متعاونين جدا وبيقدموا مقترحات واللجنة شغالة على هذه المقترحات بشكل جيد. أنا طبعا بحيي كل لجنة المرأة والنادي الأهلي اللي دايما بيحسسنا أنه هو up to date ودايما في قلب الحدث. ندوة النهاردة هيحضر فيها الدكتور رمضان عبد المعز، وطبعا معنا الإعلامية إيمان رياض. الندوة هتتكلم عن أن رمضان شهر الدعاء والإقبال على الله، دي من ضمن سلسله ندوات عملتها لجنه المراه في كل الفروع. طبعا كان ختامها مسك اللي هو ختامها في مقر الجزيره. عملنا ندوه في زايد مع دكتور عمرو ورداني، وندوه في مدينه نصر، وندوه في التجمع. الندوات في الفروع الثانيه كنا متخوفين ان هي يكون الاقبال عليها قليل. حتى في فرع زايد كان الجو برد جدا جدا، كنا متخيلين ان الاضاءه هتحجم ان هي تيجي، لكن الحقيقه فعلا كان الاقبال غير مسبوق، مش بس عشان المحاضر دكتور عمرو ورداني، لا برضه عشان الناس حابه في رمضان ان هي تكون فيها روحانيات، في اسئله دينيه هم عايزين يسالوا عليها ويعرفوا اجابتها ايه. فكان الموضوع بالنسبه لنا كان فيه اقبال ما شاء الله في كل الفروع جميل جدا. والنهارده حتى لو احنا بصينا او يعني لقينا النظره على الموضوع هنلاقي فعلا الناس ما شاء الله كتير جدا. يعني احنا كنا دايما حريصين ان احنا نقدم انشطه تغطي كل افراد العيله الاهلي. فانا نسيت كمان لجنه الطفل هي عملت اربع ايفنتس برضو. بصي كل الحمد لله دلوقتي بقى كل حاجه اربعه اربعه عشان الاربع مقرات والفروع. لجنه الطفل برضو عملت ورشه لفوانيس رمضان، وخلانا جو رمضان بتاع زمان اللي هو بتاع الخيمه وخيمه رمضان والكنافه والقطايف، فالاطفال عملوها. فلا ردود الافعال يعني الحمد لله الحمد لله، غطينا كل افراد العيله من اول الطفل لغايه الرواد. فيعني الحمد لله الحمد لله. والشباب الكوره والنهارده الندوات الدينيه عملت اكتر من رد فعل حلو، والحضره برضو الانشاد الديني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انا شرفت بتواجدي في النادي الاهلي، هذا النادي العريق، وجماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي ناس على العين والراس. وكانت الندوة عن اهمية الدعاء وكيف يكون المسلم دعاء مستجاب، وما هي الامور التي بسببها يستجيب الله الدعاء. والحمد لله لقينا إقبال كبير والناس تفاعلوا مع الندوة، وكانت أسئلتهم جميلة بتعبر عن ثقافة عالية وإلمام بالثقافة الدينية، شيء جميل أوي ما شاء الله.